بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وإياكم، وجعل جنة الفردوس مثواي ومثواكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وقفنا في المجلس السابق عند سورة الفيل، تحدثنا عن سورة الهمزة وما جاء فيها وما توعد الله سبحانه وتعالى الكافرين والمعاندين والذين كانوا يقفون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبالأتباع هذا الدين. وهذه سنة هذا الدين أن يتسلط الأعداء على المسلمين، وأن يهمزوهم وأن يغمزوهم وأن يطعنوا فيهم، وأن يتصيدوا وأن يفتشوا وينقبوا عن العثرات وعن المثالب لكي يوهنوا من عضد المسلمين. ولكن هذا كله كيد باطل، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. واليوم نتحدث عن سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، وجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة عدد آياتها 5 آيات، وهي سورة مكية. وطبعا نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد حدوث يعني قصة الفيل بحوالي أكثر من 40-50 سنة تقريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد كما ورد يعني في عام الفيل 571 ميلادية، كان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام نفسه وقع حادثة الفيل، وملك اليمن أبرهة الأثرم الذي جاء لهدم الكعبة. وكان يعني النبي قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوما كما ورد. فكانت إرهاصا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبدعوته وبما جاء فيه، وتهديدا وإنذارا لكفار مكة أن لا يتصدوا وأن لا يعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم ما حصل لأصحاب الفيل وللمعاندين لهذا الدين. وقصة أصحاب الفيل تتلخص كما تعلمون أو سمعتم القصة، أنه كان ملك اليمن الذي هو نعم أبرهة، كان يتبع للحبشة النجاشي. النجاشي هو كان الملك العام، واللقب النجاشي لقب الملوك الذين يحكمون الحبشة، مثل ما تقول كسرى للفرس وقيصر للروم والمقوقس لمصر، هذه ألقاب. فكان أبرهة نعم هو الذي يعني كان حاكما على اليمن، أبرهة الأشرم. وقعت هذه الحادثة بعد قصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود وقعت في نجران، وكانت نجران على الديانة النصرانية، وكان الذي يحكم نجران في ذلك الوقت نصراني لكنه متعصب لليهودية، فقتل وعمل الأخدود وقتل المسلمين. بعد الأخدود بفترة من الزمن وقعت حادثة الفيل التي تحدث عنها القرآن الكريم، حين جاء بنى الملك الأبرهة بنى كنيسة ضخمة في اليمن،
وأراد أن يصرف العرب وقريش عن الذهاب والحج إلى الكعبة. قال يريد أن يرغمهم أن يأتوا إلى صنعاء إلى اليمن ليحجوا إلى هذه الكنيسة، وسماها الكنيسة القليص أو القليس أو القليس، يعني المهم هذه كان اسمه هذه الكنيسة أو هذا المعبد الذي كان عاليا ومرتفعا، بحيث إذا كان الإنسان يلبس على رأسه قلنسوة وأراد أن ينظر إليها فتقع القلنسوة من على رأسه لارتفاعها. فمر كما يقال جماعة من التجار من العرب وقاموا أو جلسوا أو استراحوا قرب هذه الكنيسة وأشعلوا نارا في الليل، يبدو أن شيئا من هذا هذه النيران انتقلت إلى الكنيسة أو إلى المعبد فحصل فيها بعض الحرائق. وقيل أن أحد العرب الموجودين هناك دخل إلى هذا المعبد وعمل فيها أحدث فيها عزكم الله، تغوط أو بال أو كذا داخل هذا المعبد وهذا الكنيس، فجن جنون أبرهة جن جنونه وقال لأذهبن ولا أهدمن الكعبة على رؤوس أصحابها ولا أجعل إلا هذا المكان هو الذي يأتي إليه الناس، وصمم على ذلك. وكان عندهم في ذلك الوقت الفيلة، والفيلة ضخمة جدا يعني أكبر الحيوانات، كانت موجودة في اليمن، موجودة في الحبشة، موجودة في السودان، في هذه الدول الثلاثة. فأحضر فيلة وحشد جيشا كبيرا جرارا، وكان عندهم أسلحة، ليسوا كالعرب، العرب ما عندهم شيء، كانوا يجيبوا بعض السلاح البسيط من اليمن ويعني ليدافعوا عن أنفسهم أو ليتقاتلوا فيما بينهم، أما لا يستطيعون أن يردوا الحروب أو يتصدوا للجيوش الكبيرة. وأتى أبرهة وفيلته وكان عنده فيل ضخم كبير، هذا هو الذي كان يتقدم الفيلة مثل يعني الرئيس أو الكبير فيهم، وتمشي الفيلة، قيل كان عددهم قيل فيلا واحدا وقيل 11 فيلا وقيل 12 فيلا وقيل 18 فيلا وقيل 1000 فيل، تعددت الأقوال، إنما المهم كانت الفيلة موجودة والفيلة لا يستطيع أحد أن يقف أمامها، يعني مثل الدبابة المدرعة الضخمة كذا تخيف بمنظرها وتضرب بخرطومها وتعمل يعني حركات تخيف الناس وترعبهم. واتجه إلى الجزيرة العربية من اليمن قاصدا مكة، وكلما مر بقبائل عربية يتقاتل معهم ويسلب ما عندهم من أموال ومن إبل ومن مواشي ويخيفهم ويرعبهم، حتى وصل إلى الطائف، مدينة الطائف تبعد عن مكة حوالي 70 إلى 80 كيلومتر، كان طريقه من على الطائف، كان يسكنها بنو ثقيف، قبائل بني ثقيف كانت في الطائف، كانوا يعبدون اللات، إلههم اللات في ذلك الوقت. فهم فكروا أنه جاي أبرهة يعني يحطم إلههم وهو اللات، فقاموا وفاوضوه وعرضوا عليه الأموال وصالحوه وقال أنا أقصد الكعبة ما قصدتكم أنتم، من يدلني؟ قال خلاص نحن نبعث لك واحد معك يدلك على الطريق حتى تصل إلى مكة إلى الحرم. فبعث معهم رجل يقال له أبو رغام، جاسوس وخائن، وهذه صارت تطلق على كل خائن يخون قومه ويخون المسلمين وتجسس على المسلمين، أبو رغام، أبو رغال باللام، أبو رغال. وانطلق أبو رغال يدلهم على الطريق إلى مكة. قيل في الطريق مرض بمرض عضال أبو رغال ومات ودفنوه، فصار قبره فيما بعد، بعد واقعة هذا كل من أتى عليه يرجموه. وصار العرب عندهم مثل إذا واحد تزاعل مع واحد وتخاصم لأرجمنك كما يرجم أبي رغال.
وبقي رجمه يرجم بعد الحج، الناس تحج وترمي في الجمرات قبل الإسلام وبعد الإسلام لفترة، بعد ما يتوه كانوا يأتون إلى المكان الذي كان اسمه الغليس تقريبا، كان بين قريبا من عرفة ومن منى ومن مزدلفة، هذا مكان الفيلة، مكان أبرهة ومحل ما دفنوا أبي رغال. فكان الناس يرجمونه في الجاهلية بعد حادثة الفيل، بعد ما أهلك الله أبرهة ومن معه، فصاروا يرجمونه، يرجمون قبر أبي رغال. واستمر فترة في بداية الإسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن ذلك، وصار الرجم فقط في منى للجمرات الثلاث كما تعلمون. المهم صار على مقربة هو من مكة، ما بعيد كثير يعني، منى عن مكة ما في 15 كيلو تقريبا يعني أو 20 كيلو. فأراد أن يتوجه إلى مكة. الفيل الذي كان يقود الحملة أو يعني الكبير الفيلة وقف، كل ما وجهوا نحى المكة يجلس يبرك في الأرض، وجهوا ناحية اليمن يقوم ويمشي، ناحية الشام يقوم ويمشي، وجهوا إلى الكعبة إلى مكة يبرك مكانه لا يتحرك. أبرهة يعني أدرك إنه في شيء. طبعا في ذاك الوقت كان خيل إبل لأبي لعبد المطلب ترعى في حوالي مكة، في حوالي منى وعرفة ومزدلفة، وكان عددها 200 رأس من الإبل. فأخذها أبرهة وجنوده، أخذوا إبل عبد المطلب، فسأل عبد المطلب من هو شريف مكة أو رئيس مكة، من زعيمها؟ يسأل يعني يسأل في معه من العرب أيضا جواسيس وخونة أتوا معه، أو بعض الأسرى الذين أسرهم أثناء المواجهات الطريق. فقالوا رجل يقال له عبد المطلب، فأرسل إليه. فجاء عبد المطلب وكان رجلا وقورا، كان على الديانة الحنيفية النصرانية السابقة يعني عبد المطلب. فأبرهة جالس على كرسيه أو على مقعده، فعنده اعتزاز بنفسه، وجاي يعني زعيم جاي يهدم الكعبة وجاي يفعل الأفاعيل. فقام واستقبل عبد المطلب ولم يريد أن يجلسه بجانبه، وإنما ذهب ليقابله وجلس وهو إياه على الأرض، ورحب به ويعني وأكبره وكذا. فقال له، وكان قد عرض على أبرهة أيضا، ناس عرضوا عليه نعطيك إبل نعطيك مال، لا تقبل، لا يعني لا تقبل على هذا العمل، لا تقبل على هدم الكعبة لأنه شيء خطير. فهو أصر على ذلك، فطلب من عبد المطلب، قال أنتم تريدون أن تقاتلون؟ قال لا، نحن لا نقاتلكم. شو طلباتك يا عبد المطلب؟ قال طلباتي أنا عندي 200 رأس من الإبل أخذها جنودك. قال أنت جاي تطلب 200 رأس من الإبل، وكنت أنا أكبرك وأعظمك وتنسى البيت والكعبة، لا يعني تقول عنها شيء ولا تدافع عنها ولا تطلب إنه أن نرجع، وتطلب فقط الإبل. قال أنا رب الإبل، أنا رب الإبل، أنا صاحب الإبل، وللكعبة رب يحميها، أنا بدي حقي، بدي مالي حلالي، أما الكعبة فلها من يتولاها ويدافع عنها ويحميها. فأعطاه الإبل وقام عبد المطلب وانصرف وجاء إلى الكعبة وتمسك بحلقة باب الكعبة وقال بعض الأبيات، قال فيها يا ربي إن العبد يمنع رحله يعني مكانه وبيته، فامنع رحالك يا ربي، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك،
يعني صليبهم بده يغلب الآن، يعني الكعبة كان يعظمها المشركون والكفار من قبل الإسلام، كان لها مهابة، وكانت قريش تعتز بأنها هي التي تحمي الكعبة وهي المشرفة على الكعبة ولها يعني مقامها، فلها مهابة الكعبة في قلوبهم. لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. بدك تترك يعني تخليهم يعملوا، هذا شيء عائد لك يا رب. وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، يعني استغيث بالله والجأ إلى الله. ثم نادى في أهل مكة ونسائها ورجالها وأطفال أن يخرجوا إلى الجبال حتى لا يتعرضوا للقتل، وحتى لا تسبى النساء، وحتى لا يؤخذ الأطفال ويكونوا أرقاء عند ملك اليمن أبرهة الأشرم. وجلسوا بعض الأيام، وأبرهة كلما حاول أن يتقدم بالفيلة أو بالفيل العظيم كان يعني يبرك ولا يتحرك. في هذه الأثناء طبعا سبحان الله أرسل الله عز وجل أرسل طيرا من أبابيل، رآها عبد المطلب، وعبد المطلب رآها أهل مكة، وقالوا هذه الطيور ليست في بلادنا، طيور غريبة الشكل، هذا طير الأبابيل. الأبابيل يعني جماعات كانت تأتي على أفواج أفواج، تأتي من جهة البحر، البحر الأحمر قريب من مكة حوالي 100 كيلو تقريبا أو أقل. فكانت تأتي هذه الطيور التي هي طيور أبابيل، معناها الجماعات والقطعان الكبيرة من الطيور. فقال عبد المطلب أبيات، فقال فيما قاله في ذلك الوقت بعض الأبيات، قال فيها أيضا إنه هذا يعني ليس من 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 عندنا أو ليس من طيورنا وليسنا نعرفه نحن العرب. فحمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. يبدو إنه شايفين الحجارة، الحجارة كانت صغيرة صغيرة جدا، كانت فوق العدسة ودون حبة الحمص، لكن يبدو كانت قريبة من الأرض. كان كل طير يحمل 3 حصات، حصى بمنقاره وحصاتين برجليه، كل رجل لا يحمل حصى. فقال طبعا حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، فكل الناس يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دين. نفيل هذا ابن حبيب الله كان من أهل مكة، قال هذا جاء كان مع عبد المطلب أو وصل إلى يعني شاف الفيلة، فأمسك بأذن الفيل الكبير وقال له ارجع ارجع راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الحرام. ثم فر إلى الجبال. هو يعني يقول للفيل ارجع راشدا فإنك في بلد الله الحرام. فصار الناس يسأل عبد المطلب يسأل عن نفيل، والناس يسألوا عن نفيل. ثم حصلت الواقعة الكبرى، أول ما أصيب الفيل الكبير الذي كان في مقدمة الفيلة، كانت تنقض هذه الطيور انقضاض عجيب، لا طيران ولا صواريخ ولا أسلحة ذرية، تلقي بحصات فوق رأس الإنسان فتصل إلى أسفل قدمي، يعني تمزق اللحمة عن العظم وينتهي الإنسان. وثم تخرق أيضا الفيلة التي كانوا يركبونها ويسوقونها وأتوا بها معهم، فأهلك الله سبحانه وتعالى الفيلة هلاكا عظيما. ويعني راح معظمهم لم ينجو إلا أبرهة وبعض الجنود معه ليعودوا ويخبروا قومهم بما حصل لهم في اليمن. فحتى وصل أبرهة، لما وصل إلى صنعاء وكان طبعا مصاب يعني وأصيب، وكان يعني يبدو عليه، حتى قيل إن بعض من أصيبوا بهذه الحصى أصيبوا بالجدري
التي أيضا قضت عليهم فيما بعد، فمات أبرهة في اليمن ومات كل جيوشه، ونزل القرآن الكريم يصور للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه يعني بمثابة الإرهاصات لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الفيل، لتطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الدعوة ستنتصر مهما كانت قوة الأعداء ومهما كان كيدهم ومهما كان مكرهم. فكانت تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وإنذار لأهل مكة وللكافرين والمعاندين والذين يعني يتجسسون، خاصة كأمثال أبي رغال الذي كان أول خائن وعميل وجاسوس يعني ضد بيت الله الحرام وضد الحق، فهي عبرة أيضا له ولأمثاله. فنزلت: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى هنا ألم تعلم، وهنا أتدري يا محمد، يعني استفهام للتقرير، أتدري ماذا فعل ربك يا محمد بأصحاب الفيل. وهنا يعني جعلهم ينتسبون إلى الفيل إهانة لهم، يعني أصحاب الفيل نسبوا إلى الفيل، بينما حين نقرأ سورة الكهف وأصحاب الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، نسب الكلب إلى أصحاب الكهف، وهنا نسب أهل الفيل إلى الفيل، فشتان بين ذلك. هناك الكلب كان تابعا للمؤمنين، وهم كانوا تابعين هنا أصحاب الفيل للفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، نعم هنا أيضا استفهام إنكاري وتوبيخي، ألم يجعل كيدهم يعني مكرهم الذي أتوا من أجله لهدم الكعبة جعله الله في خسارة وفي بوار وفي هلاك. الكيد النكر، تضليل يعني هلاك وخسارة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، قلنا لكم هذا الطير قيل كان مثل طائر الوطواط، فوق العصفور، أكبر من العصفور وأصغر من الحمامة، هذا الطير طير الأبابيل أكبر من العصفور وأصغر من الحمامة. ومن أين أتت؟ من البحر. من الذي أتى بها؟ الله سبحانه وتعالى. تحمل حجارة، أرسل عليهم طيرا أبابيل، يعني جماعات جماعات، زمر زمر، أفواج أفواج، ترميهم بحجارة من سجيل، من طين يابس محروق، هذا هو السجين، طبخ في جهنم، طبخ في مكان آخر الله أعلم، هذا سجيل. إذن سجيل هو الطين اليابس الصغير المحروق بالنار. فجعلهم كعصف مأكول. حتى نقيل إن أم هانئ بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم احتفظت بحجرين صغيرين عندها في وعاءين رآهما الصحابة فيما بعد. الحجر الصغير أسوأ لونه أسوأ أبيض وعليه خطوط سوداء، فوردت عن ابن عباس وعن غيره من المؤرخين ومن كتب السيرة أنها احتفظت بهذين الحجرين أيضا يعني حتى يراهما الناس. وعائشة تقول أنها تعرف اثنين من يعني كفيفان في مكة، كان يمشيان في مكة وفي وجوههم الجدري كان يسحبان الفيل، بقوا يعني هذول نجوا ما ماتوا أو كذا، هذا وردت أيضا بعض الأثار. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو التبن بعد أن تأكله الدواب وتخرجه أو تدوس عليه، يعني لا قيمة له هباء. وقيل العصف المأكول هو قشرة حبة القمح، حبة القمح بيكون عليها
قشرة رقيقة ورهيفة، فقال هذا هو العصف المأكول، وقيل هو العصف نعم الورق اليابس الذي داسته البهائم وتفتت وأصبح لا قيمة له. فأصبحت طبعا هذه الحادثة كما ذكرت لكم يعني إرهاصا وتطمينا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في تذكروا في صلح الحديبية لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة وكان معه بضع مئات من الصحابة ليؤدوا العمرة أول مرة، وصلوا إلى مشارف مكة إلى الحديبية، مكان اسمه الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد عيونه، أرسل رجلا من الصحابة قال اذهب إلى قريش وقل لهم بأني قادم لأداء العمرة مع عدد من الصحابة حتى لا يتعرضوا للنبي وحتى لا يكون هناك قتال. فذهب هذا الرجل وعاد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مستعدين وحشدوا وعندهم أحباش يعني من قبائل متفرقة ليقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وليقاتلوه ويمنعوه من الوصول إلى مكة. هذا متى؟ بعد حادثة الفيل. خلصنا حادثة الفيل نحن، لكن في هنا في حاجة لحنقولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوجه فبركت ناقته القصواء، فبعض الصحابة قال حل يعني عم ينهرها يعني قومي كذا كلهم بينهر الإبل حل. قالوا خلأت القصواء يعني خافت أو تراجعت أو يعني ما تريد أن تسمع كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق. ما خلأت القصواء، القصواء هي الناقة التي أعطاها أبو بكر رضي الله عنه للنبي، اشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه يوم الهجرة هذه القصواء، وسميت قصواء كان في أذنها مقطوعة شوي كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدللها ما يبعثها إلى المراعي، كان يريحها يخليها قريبة منه صلى الله عليه وسلم. فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يسألوني، والذي نفسي بيده، لا يسألوني يعني قريش خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عرف أنه حبسها حابس الفيل يعني ممنوع تدخل مكة، ممنوع تدخل مكة. يعني هذا يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إشارة أنها خلاص ما تدخل الآن إلى مكة حتى لا تراق الدماء وحتى لا يصير اقتتال وتزهق أرواح، الآن في تنظيم آخر وهو صلح الحديبية، هو يوم الفتح يسمى، هو يوم فتح مكة هو صلح الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منهم من يعني من حاول أنه شلون إحنا جايين وكذا ونحن على حق وكيف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسألوني قريش يعني خطة يعظمون فيها حرمات الله، تعظيم حرمات الله يعني البيت الحرام، إلا أجبتهم عليها. وصار الصلح والشروط اللي ذكرت في صلح الحديبية. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله عليه بعد ذلك إن فتحنا لك فتحا مبينا. فالشاهد من ذلك أن هذه القصواء الناقة خلأت حبسها حابس الفيل. الله سبحانه وتعالى يحمي بيته ويدافع عن بيته، وهذا بيت مقدس، مو مثل أحد الناس عم يقول والله نحن هذا هي حجارة يعني تهدم فتعمر، وهذا مثل أي حجارة، هذا بيت مقدس وضعه الله في الأرض، بنته الملائكة، فيه نعم حجر من الجنة. تقول إنه ما هي مقدسة الحجارة، ما نقدسها نحن، كيف ما نقدسها؟ هذا بيت معظم، بيت الله عز وجل. فسمعت مقطع لأحد الناس المنافقين يذكر ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فربنا سبحانه وتعالى ناصر دينه ونصر نبيه وجعل هذه القصة يعني عبرة ومعجزة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتناقلون قصة أصحاب الفيل لأنهم كانوا قريبي عهد بها، يعني الناس في منهم المعمرين اللي عاشوا 100 سنة
يعني حضر وسمع وعلم، حتى قيل إنه بعض آثار الفيلة أو مكان أقدامها كان موجود في الأماكن التي أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، ولا يعجزه شيء، وما تدري من أين يأتي المدد والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه وأن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يحفظنا وإياكم من كل مكروه، وأن يحمي أهلنا وإخواننا من الفتن والمحن والبلاء والزلازل، وإنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.